مشاركة في كل مكان، برحب بيكو في أولى حلقات برنامج تواصل. حلقة النهاردة أو الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو في صميم هدف البرنامج. لما فكرت أعمل فكرة برنامج تواصل كان هدفي دايما أن معظم البرامج اللي أنا عملتها قبل كده كانت برامج بتكلم فيها عن الطب، بتكلم فيها عن الحاجات الاجتماعية، الحاجات السياسية، الثقافية. تقريبا عملت معظم الأنواع والأشكال من البرامج. دايما كنت برضو هدفي التواصل مع الناس، لكن المرة دي هدفي الأكبر هو أنه أخد من الناس للناس، أخد منهم وإليهم، أتواصل معاهم بشكل أشعر أن أنا مش بس في قلوبهم، بس أبقى في قلوبهم وفي عيونهم وفي بيوتهم. عشان كده سميت البرنامج تواصل، وهدفي أن نتواصل بشكل دائم وبشكل مستمر، سواء على شاشة القناة هنا أو على الفيسبوك أو على كل منصات التواصل الاجتماعي. ومش بس احنا اللي نتواصل، كل الناس تتواصل مع بعضها. لأول مرة في حياتي يشارك في تقديمي أحد برامجي. المعروف عني إني ما بشاركش حد برنامج، ولكن هذا البرنامج هو حالة مختلفة لفكرة مختلفة حبيت أطبقها. النهاردة أنا بتواصل مع زميلتي الأستاذة إيمان، الدكتورة إيمان عزيزة. أهلا بيكي. اهلا بيك دكتور خالد، ويعني مش عارفه بصراحه، يعني دكتور خالد النهارده يعني تفضل وتعطف وتكرم يعني وتنازل يعني ان هو يعني يخليني اقدم معاه البرنامج النهارده. لا النهارده لا مش يعني انا مبسوطه، انا منوره برضو يعني يا دكتور خالد. انا سعيد بوجودك يا دكتور. انت اللي منور يا دكتور خالد، ربنا يكرمك. وطبعا يعني انا سعيده جدا جدا ان انا لاول مره فعلا بشارك زميل عزيز، طبعا سواء كان في مهنه الطب او كان في مهنه المذيع، فانا مبسوطه جدا ان انا النهارده معاكي خالد، ومبسوطه اكتر كمان بفكره البرنامج اللي انت عملتها. طيب تفتكري البرنامج ده ممكن يلمس مين اكتر؟ البرنامج احنا ناويين ان شاء الله كده، والنيه خير. النية أيوة خير. ايوه مين ان بقى؟ احنا كل الناس بكل طوائف الشعب، الناس البسيطة والناس الطبقة المتوسطة زي ما كنا ما بنقول، وكمان الناس اللي بنقول عليهم بقى الهاي كلاس، كل حاجة عندنا هنا متاحة، مفيش حد هنا مش هيعرف يتكلم. البرنامج منكم وبيكم، وهناخد الأفكار منكم وهنعرضها ليكم. ايه رأيك نبتدي النهاردة بحاجة كده خفيفة ولا؟ النهاردة هنبدأ بموضوع مش بس يمكن قريب قوي من الناس وممكن يلمس قلوبهم ومشاعرهم، حتى احنا كنا بنتكلم عليه، هو موضوع حتى فيه التباس كده ما بينه وما بين حاجه تانية. ده يعني موضوع شائك قوي يعني جدا. طب خلينا نتواصل بقى مع الدكتوره ايناس حمامه، اخصائي طب الاسره وعضو مباراه الاحضان في مصر. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا، منوراني. ده نورك. بدانا البرنامج بيكي وللناس، وانا شايف انه المبادره نفسها هي احتضان، وشايف وانت احنا بنتكلم عن المبادره انت بتدمعي. لسه ما بدأناش. لا لسه ما بدأناش. في البداية كده يا دكتورة خلينا نعرف ايه فكرة المبادرة اصلا. تمام. المبادرة هي مبادرة الاحتضان في مصر. المبادرة دي فكرتها عملية كفالة الطفل اليتيم في البيت، والام بتحتضنه، وبنتعرض لمشاكله وبنقدر نحلها على حسب المجتمع المصري وعلى حسب الفكر المصري. طب لو قلنا الكفالة، عايزين نعرف معنى الكفالة وإيه الفرق ما بينها وبين الاحتضان، يعني إيه الفرق ما بين الاثنين؟ تمام. الكفالة احنا عارفين كفالة اليتيم ان احنا بنصرف عليه تعليم، بنزوره كل فترة في الدار او بنتواصل معاه بأي طريقة. المختلف ان احنا دلوقتي الاحتضان ان انا هحتضنه في البيت عندي، يعني هيدخل في حضن ماما وبابا، وهيبقى عنده أسرة، وهيبقى عنده سبورت او دعم من العيلة، بمبدأ ان كل طفل من حقه ان يبقى له عيلة، له ظهر، لازم يبقى له حقوق، وبيعيش طفولة ومراهقة سليمة. دي الفكرة الأساسية يعني للاحتضان. حاسس ان في حد بيصحيه من النوم يوديه مدرسة، حاسس ان في حد لو تعب يوديه دكتور، حاسس ان هو اي مشكلة هتحصل له هو مش من ضمن مجموعة. تقصد بالضبط. تمام. هو مميز بعيلته. هو عضو في العيلة. بغض النظر هو كانت ظروفه ايه. كويس. تمام. دي تمام. الفكرة الأساسية اللي نقدر. وانا بسمع كلمة الاحتضان اول حاجة جت في ذهني كده فكرة الاحتضان زي التبني، ولا الاحتضان حاجه والتبني حاجه تانية خالص؟ تمام. ايه الموضوع؟ التبني اللي هو احنا هيخش برضه في حضنهم برضه. بالظبط. المجتمع بيرفضه ليه؟ لان هو كلمه تبني هو عباره عن كفاله، ولكن مع تغيير اسم الطفل على اسم الاب والام.
وده اللي المجتمع بتاعنا بيرفضه على مختلف أدياننا وعلى مختلف ثقافتنا، ده التبني، وده غالبا كمان بيترفض. يعني هو مرفوض على الشكل القانوني والشكل الديني بالظبط. المجتمع المصري احنا انا بفصل تجربه عالميه على المجتمع المصري بفكرنا بظروفنا بحياتنا الظريفه الخفيفه اللي بمشاكلها. احنا لو انا دلوقتي خلاص قررت ان انا هبقى ام محتضنه، المفروض اول ما هفكر في ايه والجأ لمين واعمل ايه بالظبط؟ عايزه كده الخطوات. طيب، اول ما بفكر اعمل ايه؟ طيب الاول لازم الاول القرار. القرار انا هتكفل اليتيم ليه؟ انا هتكفله ليه؟ انا هل انا هتكفله عشان انا عايزه العب مع نونو والعب بيه ومبسوطه اصلا انا عايزه احس ان انا ماما؟ لا، لو مثلا ما بخلفش بالظبط، انا لو مثلاً. هو ده السبب ان انا عايزه العب معاه، اكيد مش بتخلف، يعني هو حالتين، لو هي مش بتخلف او ان هي في اوبشن تاني ان هي لو بنت من حقها برضو، من تبقى حق البنت لو هي مش متزوجه ان هي ممكن تقدر ان هي تعمل ده. يعني ممكن بنت لم تتزوج وتحتضن طفل. طب ما هو الاحتضان ليه شروط، اكيد عشان اقول ان دي ام محتضنه او شخص محتضن لازم في مراحل عشان يمر بيها. هنا البنت مش هتقدر تمر بالمراحل دي، تمام، ولا ممكن تمر بيها؟ لا، هتمر بكل المراحل. ازاي؟ وهتبلغ ان هي مبدئيا كده. الاول زي ما بقول لك القرار، سواء بنت طبعا اجتماعيا بيبقى الموضوع صعب، وهو ده اللي انا جاي عشان اتكلم فيه. المجتمع لو تقبل الناس دي 70% من مشاكلهم هتتحل. تفتكر ليه المجتمع لا يتقبل فكره الاحتضان؟ منها بعيده كل البعد عن فكره التبني تماما، يعني ما بيكتبش باسمه هيحتضنه هيرعاه، يعني ما فيش فيها مشكله. المشكله الاساسيه ان هو يقول لك احنا ايه اللي عرفنا الولد ولا البنت دول جايين منين؟ العرق ده اساس. العرق ده اساس، ودي كلمه سيئه جدا، قميئه جدا. العرق ده اساس، العرق ده اساس، بس مع سوء الكلمه هي حقيقيه في بعض الاحيان. يعني خليني برضو عارفه، في بعض الاحيان يعني يتخيلوا ان تفوقهم فان العرق ده اساس. تمام، ممكن تبقى صحيحه. تمام، نتعامل بقى معاها ازاي؟ تمام، انت انا ام واب عادي بيولوجي، وارد ان انا جبت 3 اطفال، وارد جدا 2 منهم ما يبقوش اسوياء. انا بقومهم، انا كأم خلاص انا اتحطيت في وضع مسؤوليه، ما عنديش اختيار اقعد افكر عرق ده اساس ولا مش ده اساس، انا بقومهم بسيئاتهم. فانا باخد طفل، انا مش باخد فستان متفصل عليا، لا، انا باخد طفل بكله بعيوبه كلها وبروضه مع المجتمع بتاعي. طب انا عايز اعرف دلوقتي لو انا الام برضو، الشروط لو هي فعلا ام دلوقتي ايه شروطها عشان خاطر اقول ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده في ام حتى لو هي صغيره؟ هو الام والبنت كمان، والبنت الاثنين. هو شروط واحده وزاره التضامن الاجتماعي بتقرها، يعني في شروط جامده وفي اجراءات جامده، مش يعني مواصفات، ان الام والاب يبقوا ما بيخلفوش لمده 3 سنين، يعني في محاوله، ما فيش اطفال قريب، ده من ضمن الشروط. وطبعا بيتاكدوا ان العيله ماديا تقدر، العيله اجتماعيا مش مفككه، عيله جامده، استقرار اسري يعني. بالظبط، هم بيضمنوا اكيد كمان يا خالد. لازم يكون البنت نفسها لازم يكون ليها سن معين، يعني ما جيش بنت عندها مثلا 13 14 سنه طق في دماغها ان انا هعمل كده، فما اعتقدش دي طفله برضو ما زالت. متى حد يحتضنها يا دكتور؟ بالظبط، يعني صعبه. بالظبط، بالظبط. لا فعلا التضامن الاجتماعي بتضمن ده، وبتضمن زيارات مستمره، يعني الزيارات ما بتنقطعش سواء قبل الكفاله او بعد الكفاله. فبصراحه الاجراءات لا غبار عليها خلاص. وفي مؤخرا كمان ان سمحوا لما بيتاكدوا ان الطفل مضمون الهويه والعيله وان هم بيعرفوا، ممكن يسافر مع الام والاب لو هم شغالين برا. دي حاجه جديده. يسافر ازاي؟ بدون اوراق او باسبور؟ بيتعمل له اوراق وكل حاجه بتبقى رسمي، وبيمشوا في الاجراءات، وده المبادره بتساعد اي حد يقدر يتواصل معانا، وهنساعده في موضوع الاجراءات والتوجيه الخطوات خطوه خطوه. المبادره دي تقريبا بقى لها يعني مدتها قد ايه في مصر؟ بص، هي جديده وجديده على مجتمعنا. فانا ما اقدرش احدد لك هو ظهرت للنور امتى، هو التفكير فيها من زمان. في امهات من قبل المبادره، في امهات احتضنوا فعلا بفعل المجتمع وبفعل بس المشكله في العقبات، يعني العقبات بتاعه المجتمع.
طيب قبل ما نوصل لموضوع العقبات دلوقتي، انا واحده ست وحبيت ان انا يعني احتضن طفل او طفله من اي دور من دور الرعايه، وهبتدي بقى اعمل ايه؟ اتصرف ازاي علشان خاطر انا دلوقتي واحده مش مخلفه، ما عنديش بيبي دلوقتي، ازاي هقدر ارد على الطفل ده الرضاعه الطبيعيه اللي المفترض اللي الشرع اقرها علشان خاطر يبقى خلاص ده ابني في الرضاعه؟ اتصرف ازاي؟ رقم واحد، يعني يفضل، مش بقول ان هو لازم، بس هو يفضل ان الام تبدا بالخطوات وتتوجه لبروتوكول معين، اللي هو بروتوكول معمول بيه في كل العيادات بتاعتنا بتاعه الرضاعه الطبيعي، استشاري الرضاعه الطبيعي، بروتوكول محطوط ان هي تتجهز لارضاع طفل. ازاي بقى؟ العمليه بتتم ببساطه وكلها حاجات طبيعيه او حاجات ميكانيكال. رقم واحد، بنستخدم الاكل والشرب، وبنعمل نظام غذائي معين بالحلبة والشمر والحلاوة الطحينية، الحاجات اللي بتزود اللبن في العادي، خلاص ده رقم واحد. وقبل ده كله بيكون الدكتور أو الدكتورة المتابعة طبعا اتأكدت ان جسمها يصلح وان هي جسديا تمام. في وصفة بعض الأدوية في الموضوع ده؟ في أدوية بنستخدمها لتسريع بس، عشان يعني الأمهات، لأن الموضوع محتاج نفسية عالية، نفسيتها تبقى متأكدة من اللي هي بتعمله، ما يجيلهاش اكتئاب، لأن الموضوع زي ما بقولك لبن وهرمونات، فلازم مرتبط بالحالة النفسية. هل في مخاطر من الأدوية اللي بتتكتب في العيادة أو البروتوكول ده؟ هل في مخاطر معينة ممكن الأم يعني تتعرض لها؟ المخاطر الطبيعية بتاعت أي دواء، أي دواء له سايد افكت، له أعراض جانبية. فالأعراض الجانبية حتى في المسكن اللي بناخده ففي اعراض جانبيه، لكن اعراض جانبيه مقبوله، اعراض جانبيه عاديه، اقل من المسكن كمان اللي انت بتاخده. كويس. دايما وانا بنتكلم عن الافكار الجديده في المجتمع او الحاجات المبادرات اللي ممكن تخرج للناس، دايما واحنا بنعملها بنقابل شويه مشاكل كده في الطريق. تمام. ايه ابرز المشكلات او العقبات وانتوا بتعملوا المبادره دي وبتاسسوها وشغالين فيها حسيتوا انه لا مش قادرين نكمل؟ بص، هو مش قادرين نكمل، ما وصلنا لهاش. كويس، الحمد لله. ليه؟ لان احنا في قصص ناجحه. كويس. وقصص عدت واطفالها كبروا وبقوا مراهقين ما شاء الله، يعني كبروا مراهقين، احنا بنتكلم من سنين كده ان المبادره دي من سنين. بالظبط، مش المبادره اللي من سنين، في ناس جربت من سنين كمان. كويس. جربت قبل ما فكره المبادره نفسها تنشا، وناس عانت من سنين، وناس واجهت المجتمع لوحدهم من سنين. كويس. فدي حاجه، لا طبعا المجتمع كان فيه عقبات كتير، والعقبه الاساسيه زي ما قلنا موضوع ان الطفل ده لما بيكبر، يعني العقبه للناس ما بتقبلش لكفاله اليتيم عشانها، يعني ان الطفل ده لما بيكبر عنده مشاكل، لو هو ذكر يقول لك ان الولد لما هيكبر هيقعد مع مامته ازاي ما هو غريب عنها، لو هي ما رضعتوش، لو في حاله التبني او الكفاله، ما رضعتوش، او لو بنت يقول لك هتقعد مع باباها ازاي عشان طبعا محرم عليها. ففكره الارضاع دي جت اساسا من الدين عشان تلطف تسهل اجراءات في الدين في المجتمع عموما، وتربط الطفل بالام نفسها. بالظبط، هي وين وين ريليشن شيب، هي فوز للطرفين، للام اللي هترضع، فاحنا عارفين كلنا فوائد الرضاعة. من ناحية تانية الطفل والإحساس اللي بينهم، الطفل هيبقى محرم للأم، وده إجازة من دار الإفتاء يعني، ولو هي بنت بتبقى محرمة على الأب. فموضوع إن هي ترضع، الأم ترضع 5 رضعات مشبعات متفرقات، دي الأقل شيء، أقل عدد رضعات ممكن بعدها الطفل يبقى ابنها بالرضاعة، وبالتالي هيحل مشكلة اجتماعية فظيعة، وفي ناس بسببها مش بتقبل على كفالة الأيتام. وبسبب المشكلة دي إن الذكور من الأولاد في دار الأيتام، دور الأيتام أكثر من الإناث. ناس بتقبل على البنات، يقول لك البنت هي اللي قاعده مع الام، بتبقى حنينه وعايزه تبقى لعبه كده حلوه في البيت. لا ده حلوه، كويسه البنت، كويسه البنت، كويسه يا خالي. لا، ويقول لك ان البنت هتقعد مع مامتها لو هي مش هترضعها، يعني هتقعد مع الام اكتر، عدد اكبر ساعات. فجاه الموضوع ده كمان هيحل لنا ازمه ان الذكور في الدار، دور الايتام اعداد مهوله، يعني البنت لما تبقى موجوده في دار ايتام الناس كلها تقول لك فين 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 البنت دي، في الضيف الصعيد، في دار ايتام في الصعيد يجروا جري في الصعيد عشان يتبنوا، يعني بيبقى زي يعني ما بيقولوا في ويتنج ليست بقى، يعني في انتظار. أيوة. يعني البنات دلوقتي بيحتضنوا والولاد قاعدين، والولاد لا. شفت بقى؟
فموضوع الارضاع ده هيحل المشكله اللي الناس بتفكر فيها، ان الولد ده لما هيكبر هيقعد مع الام ازاي. هي دي مشكله، وبالتالي هو خلاص بقى ابنها في الرضاعه، ابنها بالرضاعه. ولو له اخوات والام برضو رضعتهم فهم اخوات في الرضاعه، فكده حلت لنا مشكله كبيره طبعا، مع اخذ في الاعتبارات طبعا الحدود الشخصيه والحدود الطبيعي ان الناس بتاخدها، يعني اللي شيء طبيعي. لو هو عارفين ان بنت وولد اخوات مش بيناموا جنب بعض، في ماشي الحدود الطبيعيه والشكل الطبيعي، ما زياره حرص بالظبط في ممكن في بعض الاحيان شويه الطبيعي خالص، انما مباح مباح. طيب انا هاخد سيناريو، السيناريو ده انا عمال ارتبه في دماغي كده، احتضننا طفل، والطفل ده لما احتضننا كان يتيم الاب مثلا، او طفل مجهول الهويه واحتضناه، يجي الطفل في مرحله معينه يبدا يسال الاسئله الطبيعيه اللي اي طفل في الدنيا بيسالها، وخاصه انه مش مكتوب باسم الاب والام. برايك كيف ترد الام المحتضنه على هذا الطفل؟ تمام. هو عشان بس نتكلم عن موضوع الطفل، في البدايه الذاكره بتاعته موجوده، الطفل بيتولد بذاكره 40%، خلاص يعني بيفضل يعني فاكر ايام الحمل، صوت مامته، بتسمع مزيكا ولا مش بتسمع مزيكا، ودي دراسات يعني، ده كلام ويحتمل الاصابه او الخطا يعني. طبعا وساعات في امهات بتكلم اطفالها بالظبط وبيعرف صوت مامته، ده 40% من الذاكره بتبقى موجوده عند ولاد الطفل. تمام. خلاص بتكتمل الذاكره على سن سنتين. هو تمام فاكر كل حاجة سنتين، بس هو للأسف مش عارف يتكلم. عند 3 سنين بيبدأ بقى الذاكرة تقل. خلاص بيفقد الذاكرة دي، بيفقد الصوت، صوت الذاكرة والصورة. كل اللي بيفضل موجود في الذاكرة حفر في عقله الباطن، إحساسه بالنسبة لمامته، إحساسه بالنسبة لبيته، لا ده مامته كانت بتزعق، حاسس بيزعل من الصوت العالي، الكاركتر بتاعه اتبصم عليه. ده الكلام ده على سن 3 سنين، فمش من المناسب ابدا ان الام تكذب على الولد، لان في عنده احساس داخلي هو مش فاهمه. بعد سن 3 سنين بقى اتصرف ازاي؟ وهل انا اقدر اقول للطفل ده انا امك الحقيقيه، ولا ما اقدرش اقول له حاجه زي كده دلوقتي؟ هو يفضل كل ما كان الطفل، حسب طبعا وعي الطفل، في اطفال بسم الله ما شاء الله واعيين جدا، في اطفال لا غلابه يعني ممكن تمتد ل5 سنين وهو مش فاهم حاجه. انما من سن 3 سنين تقدري اللي هو ايه، هنحكي حكايه، وده اللي احنا بنساعده في فيديوهات عندنا مهمه جدا لموضوع، كلها خطوات، هنحكي حكايه عن بطه مثلا سابت مامتها وتاهت ولقيتها عيله، هو كان مبسوط بحياته وهو حابب حياته، فهو بيحب حياته وحابب حياته اللي كانت قبل كده، هو ما كرهاش. يعني ما بقولش حاجه وحشه للطفل، او بقول له مثلا ان انت مامتك سابتك، او مامتك انت مثلا ما كانش في حد موجود يرعاك فانا اخدتك، حاجه زي كده مباحه يعني في القصه دي؟ بعد سن 3 سنين بقى في الفتره اللي هيبدا يعني ليها وقت تتقال فيه، ما تقالش في البدايه. احنا عندنا سكيدول يعني يعني الام اللي هتقرر ممكن تتواصل معانا، احنا كلنا على فكره متطوعين، محدش ما فيش اي حاجه مدفوعه الاجر نهائي. بجد والله اللي تحب، ولو تليفوني الخاص وتليفون اي حد الخاص 24 ساعة صحيني من النوم تقولي اللي هي عايزاه، فعلا تحت امر اي حد يقدر يتكفل طفله ويبقى قد المسؤولية دي، حاجة صعبة. 3 سنين زي ما قلت لك في فيديوهات هنتكلم مثلا بسيمبل يعني رموز، بطة، قطة، كلام على حاجات يقدر يفهمها ويستوعبها. بعد كده هنتنقل لمرحلة ان احنا طب هي ماما سابته ليه؟ طبعا الحذر، كل الحذر ان احنا نقول كلمه وحشه على امه، لان هو لو كره الام الحقيقيه البيولوجيه هو هيكره نفسه، عمليه تقدير الذات، هو هيبطل يقدر نفسه، ودي حاجه مش في صالح الام نهائي، هيحس ان هو كان طفل غير مرغوب فيه. بالظبط. هنبدا نتكلم عليه ايه؟ طيب ممكن 6 7 سنين نتكلم مثلا باسلوب ايه؟ اسلوب والله ده ماما على فكره مامتك كانت حامل فيك وكانت مبسوطه جدا، كانت فرحانه جدا بدليل ان هي حملت فيه 9 شهور، هي فعلا لو ما كانتش عايزاه كانت نزلته، لا يمكن، اكيد كانت عايزاه، بس حصل ظرف هي ما كانتش هتقدر تجيب لك لعب، ايه رايك؟ فهم قالوا لقوا عندنا لعب كتير وحاجات جميله، فتيجي تقعد في الاوضه بتاعتك، فانا قاعده معاك، انت مش بتحبنا، انت هو بكده هيحب مامته البيولوجيه، وعرف ان مامته دي بتتكفله، ده محبوب هنا وهو محبوب هنا. كويس.
ودي حاجه طبعا في طيب نفسيه في بعض الطفل. النماذج يعني وصلت لسن كبير شويه وما كانوش يعرفوا، هقدر اتعامل ازاي مع السن الكبير ده؟ بص، السن الكبير متعب لان هو المراهق، ابني البيولوجي اصلا هو متعب. بطبعه متعب. متمرد خاصه صعب. لو بنت جدا صعب والله، والولد بنت يا دكتور. وولد والولد لو سمحت حامل انت على البنات شويه كده انت يعني واقع، هتلاقيني واقفه لك على طول. لا اقدر برضه. السن اصلا هو بطبيعته صعب، فيفضل قبل سن 12 سنه هو غالبا هيعرف من اسم الاب، لان احنا زي ما قلنا موضوع التبني مش في مجتمعنا قوي. فالاسم الاب هيلاحظ، هيبدا في المدرسه يتساءل، انما مش مفضل بعد 12 سنه ان احنا نقول له غير لما يبقى مسؤول مثلا بعد الجامعه يبقى هو، والموضوع بيتبعه بقى قبليه. يعني اخطي او اعدي سن المراهقه علشان خاطر صعب. مش هتقبل كده كده مني حاجه كده زي كده كده. صعب، لكن واحنا بنعدي سن المراهقه خلينا ناخد اتصال تليفوني. استاذه لمياء رئيسه مبادره الاحتضان في مصر، انا برحب بيك يا استاذه لمياء. استاذه لمياء الو، اهلا بيك يا استاذه لمياء، برحب بيك اهلا على بحضرتك. ميرسي، ربنا انا يخليك. بحييك على فكره المبادره، وبشكرك باسم كل طفل ساعدته في انه يبقى ليه أم ترعاه وتحافظ عليه. اوصفي لي شعورك وانت أول مرة تفكري في تنفيذ أو تأسيس مبادرة بهذا الاسم. أهلا بيكم، أنا بس حابة أوضح مجموعة معلومات كده بس عشان تكون واضحة بالشكل الصحيح. طيب. أولا صاحبة المبادرة ومؤسستها هي الأستاذة يمنى بحروق، أسستها في ديسمبر 2018 بعد احتضان بنتها بحوالي 3 أيام، لما راحت وشافت إزاي الأطفال إن هم محتاجين رعاية وبيت وأسرة، مش بس بنتها هي اللي محتاجة ده، وكانت لوحدها جدا، ما كانش في أي حد معاها خالص. احنا طبعا بنوجه الشكر للأستاذة يمنى لأن هي طبعا هي فعلا رئيس المبادرة الفعلي، هي صاحبة وطبعا المبادرة بالظبط. أعتقد لعدم تواجدها حاليا في القاهرة، فاحنا يعني حضرتك طبعا هتقومي مقامها وإن شاء الله بإذن الله هتقولي لنا كل حاجة عن المبادرة عشان نعرف الناس الدنيا ماشية إزاي، اللي عايزة تعمل إيه، تتصرف إزاي، تبقى أم حاضنة بالظبط إزاي. بالظبط. هي المبادرة لما أستاذة يمنى بدأت فيها في 2018 أخذت وقت طويل طبعا على ما بقت، لحد ما بقينا دلوقتي منظومة وليها كيان وتحتيها ناس كتير، وكل حد فينا عنده تحتيه ناس بيشغلهم. وبوجه طبعا التحية للدكتور إيناس، وهي عضو جديد لسه منضم قريب جدا لينا من في الاحتضان في مصر. نوجه لك كل الشكر يا دكتور. المبادرة الحقيقة كان هدفها الأساسي بأن هي تدعم كل طفل متميز أو مختلف. المبادرة بتقدم حاجات كتير للأسر والناس المقبلة على الاحتضان، بتحاول تسهلهم الإجراءات دي علشان يكون عندهم وعي كامل احنا داخلين على ايه وهنقابل ايه وده هيتنفذ ازاي. بنعمل عندنا كذا قسم، أول قسم هو بيج على فيسبوك وفيها دلوقتي ما يوازي تقريبا 70,000 متابع، ده معمول لنشر الفكرة وإن احنا نفهم الناس يعني ايه كفالة، يعني انا مش عايزة كل أسرة تكفل ولكن ده عايزة طريق التواصل الوحيد المجتمع. يا فندم للمبادرة ولا في طرق تانية؟ لا، في طرق تانية، يعني الفيسبوك دي لنشر الفكرة، البيج الجروب عاملينه عشان نتناقش ونشوف المجتمع شايف الأسر المحتضنة ازاي، ونشر المشاكل عليه وازاي نتخطاها مع بعض كلنا، أي حد عنده استفسار. في جروبات دعم على الواتساب لدعم الأسر المحتضنة بالفعل ودعم الأسر المقبلة على الاحتضان ودعم الآباء اللي عايزين، لأن الآباء مش دايما بيكونوا جاهزين 100% إن هم يحتضنوا، فإحنا بنعمل دعم ليهم. ده بالنسبة للفيسبوك والواتساب والحاجات دي، الدعم ده نفسي ومعنوي للأسر كلها. بنعمل كمان ورش عمل بتكون للمقبلين على الاحتضان، يعملوا ايه ويجهزوا نفسهم ازاي ويقولوا للأسر لأهلهم ازاي، وبنعمل ورش كمان ازاي نقول للأطفال الحقيقة ومن خلال مختصين ودكاترة نفسيين بيكونوا معانا دايما.
وكمان بنعمل ورش عمل عن ازاي الطفل يتعلم اللعب بالماء بالادوات بحاجات كتير. احنا مش بس بنخصص الحاجه للمحتضنين، بس كمان بنركز على الاطفال ان هم يطلعوا نفسيا اسوياء ازاي كل الورش دي ويخطوا يا كل استاذه امنيه، المراحل. كل الورش دي بتديها للام قبل فتره الاحتضان على طول؟ يعني لازم تكون واخده كل الورش دي الاول، ولا بتدي لها كل حاجه في وقتها؟ كل حاجة بتكون في وقتها، واحنا في أسر أوكي محتضنة بالفعل بتدخل معانا، خلاص عدينا مرحلة المقبلين على الاحتضان، فبندخل على المرحلة اللي بعدها ان احنا ازاي نواجه الطفل ونقوله الحقيقة و و في كمان شغالين على بروجكت جديد عندنا اللي هو ان احنا نعمل ازاي قصص للأطفال باللغة العربية، لأن دي مش موجودة، معظمها قصص إنجليزية مترجمة، فاحنا بنحاول نعمل قصص عربية مصرية جدا علشان تعرف الطفل على الاحتضان وعلى حقيقته، واحدة واحدة بتطور القصة الطفل بيعرف ان هو الطفل هو بطل القصة دي، كويس هو المحتضن. استاذه نمياء، وانا بتكلم عن ان في مشاريع وبتكلم على انه في ناس بتدرب وبتكلم على فكره انه بنأهل نفسيا ومعنويا الامهات اللي بيحتضنوا الاطفال وبندربهم، اعتقد ان الحاجات دي بتكون الى حد ما مكلفه. المبادره في حد بيمولها، بتاخدوا الدعم منين؟ احنا حقيقة احنا معتمدين على نفسنا تماما، ما عندناش اي مصادر تمويل، ومعظم الورش بتكون متطوعين وناس كلها عايزة تخدم الموضوع وتعمل فوكس عليه، فتماما ما فيش اي تمويل من اي جهة، احنا كلنا امهات وكلنا بنحاول ندعم الموضوع. كويس. طيب تفتكر ايه وسيلة الدعم اللي احنا ممكن يعني نساعد نقدمها بيها لكم او نساعدكم بيها او نتواصل فيها معاكم وتساعدكم في نشر هذه الفكرة وايصالها لاكبر عدد؟ لانه 70,000 بنتكلم على نسبة قليلة جدا من الناس تقريبا الى حد ما يعلموا هذه الفكرة يعني. بالظبط. احنا محتاجين اكيد اعلانات ممولة تحط سبوت على الموضوع، محتاجين دراما بشكل معين، لو في عمل درامي ضخم بيتكلم على الاحتضان، بس الناس كلها بتميل للدراما وبتتأثر بيها جدا، فلما بيكون في حاجة مركزة على فكرة معينة، وإن كان الفترة اللي فاتت في دلوقتي يبقى في تلميح على الموضوع في بعض الأعمال، ولكن لما يبقى في حاجة واضحة هيكون أكيد تأثيرها كبير جدا على شريحة كبيرة جدا من المجتمع، وبتوصل وعي أسرع كمان، الناس. بتوصل نعم أسرع كمان، بتوصل أسرع كمحتوى بالظبط، درامي، لأن الناس ولكن كلها هو بتبقى يكون مبسوطة بيه يعني. بالظبط، بس يكون من المصادر الصحيحة، المعلومات اللي تتقال من المصادر الصحيحة، مش معلومات مغلوطة أو قصة خيالية، أو يعني لازم يكون ليها تكنيك معين عشان توصل بالشكل المظبوط. أكيد أكيد أستاذة لمياء، قبل ما أقفل مع حضرتك، أنا دلوقتي كمشاهد بتفرج على هذا البرنامج، البرنامج لن يستطيع أن يغطي هذه الفكرة بكل جوانبها. ما هي الطريقة أو الوسيلة اللي أنا كمشاهد ممكن أبحث عنها وآخد معلومة صحيحة وسليمة تقدر تفيدني إن أنا أبقى عرفت إيه هو الاحتضان، إزاي أعمله، أروح فين، أجي منين، إيه إيجابياته، إيه سلبياته عشان أبعد عنها وأتخطاها؟ أبسط حاجة يكتب على فيسبوك الاحتضان في مصر أو كفالة إن إيجيبت، إحنا عندنا الأكاونت بتاعنا والبيج بتاعتنا، وهنكون جاهزين للرد على أي استفسار، وبنستوعب تماما كل القصص وكل الحكايات وبنسمعها ونحاول نساعدها بقدر إمكاننا، وفي برضو رقم الواتساب ده ده هوت لاين شغال معانا على طول طول الوقت، عشان أي حد محتاج مساعدة نقدر نقدمها إن شاء الله بالطريقة المناسبة كويس. إن شاء الله بإذن الله أستاذة يا رب. لمياء، أنا بشكرك شكرا جزيلا العفو تمام، لوجودك معايا، وإن شاء الله بإذن الله نحاول نقدم لكم دعم بطرق مختلفة إعلاميا إن شاء الله. شاكر جدا شكرا ليكي. جدا لحضرتك، ميرسي، شكرا. أعود بالسؤال مرة تانية ليكي يا دكتورة. دايما كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن فكرة العرق ده السياس. أنا من ذاكرتي القديمة كنت قبل كده بتكلم في أحد البرامج عن ناس في دار الأيتام بيضربوا الطفل وممكن يبقى بيعذبوه وممكن يبقى وما إلى ذلك. إزاي ممكن في على فكرة أسر ولادها اللي هو ولادها بيضربوهم أو بيعذبوهم أو ما إلى ذلك، إزاي بنقدر نحكم الجزئية دي ونشوف إن نحافظ بعد كده على هذا الطفل؟ هل في وسيلة ولا مفيش؟ بص، هو البداية ان يعني كل ما كان الطفل متاخد من الدار اصغر، كل ما الموضوع بقى اسهل، كل كويس ما كان اكبر بصراحة الموضوع بيبقى اصعب، ده اكيد.
هي المشكلة ان الام او الاب وهما بيختاروا الطفل، يعني من حكايات الامهات هما بيدخلوا دار الايتام بيقولك انا اتخطفت من الولد ده، هما مش بيبقوا روحي اختاروه، راحت لل يعني بيبقوا انا مختارين حاجة ويقولك انا اتخطفت من ده. خلاص داخلين يتبنوا ولد، لا اتخطفوا من بنت، فالطفل يقولك الطفل هو اللي اختارك بالظبط، هو انت مش بتختار، فاهم؟ فموضوع ان انت بقى تتعامل مع الطفل بمساوئه وايجابياته، انت الكبير لازم تستوعب ده. احنا عندنا بقى الاطباء النفسيين والدكاتره وكل الناس شغاله والناس اللي خبراتها قبل كده في موضوع الدعم وازاي تتعامل مع الطفل وازاي تحتضنه فعلا وتديله اللي هو فقده. طب هو هل فقد حصل بعد ما حصلت عمليه احتضان او اسره اخذت طفل سواء كان بنت او ولد، وصل مثلا لسن معين وخلاص بقى حصل مشكله، مثلا بعد ما وصل سن 10 سنين او 11 سنه، الاب والام دول رفضوا ان هم مثلا تواجدهم معاه وحبوا يرجعوه مكانه تاني؟ بصي، ما هو يعني مش فستان هرجعه، يعني يعني هو يعني بتحصل لازم، يعني او حصل لهم ظرف ما، يعني ما ممكن يكون غالبا ما عندهمش ممكن مثلا القدره الماديه. حاجات صغيره بس. اللي هو احنا قلنا ان لازم شروط ان اللي هيقرر هيكفل، فهو بيقرر يكفل يحتضن بني ادم يحتضن بيحتضن وبيربي شخص. انت مش بتربي بيبي، انت هتربي راجل، هتربي واحده ست، مش هتقعد تلاعب طول عمرك. انت ده هيكبر وهيبقى مراهق وهيبقى راجل كبير ومسؤول وهيسيبك ويسافر ويروح الكليه ورجع من الكليه ويطلع يشتغل. هو انت بتربي شخصيه، هتعيش معاه معايشه كامله كانه ابني. بالظبط، ده من التاهيل النفسي اصلا. لو واحده محتاجه المساعده قبل ما تكفل، فتسال نفسها كويس قوي، هي قد المسؤوليه دي ولا لا؟ ممكن تبقى مثلا لم تنجب واحتضن الطفل، وبعد ما احتضنته بسنه سنتين حصل رجعت في كلامها. جاب تمام، ايه الحل هنا؟ يعني ده كان حاجه زي دي كانت جميل. عرضت في احد الافلام السينمائيه جميل. عن غير كان فيلم فيلم من هشام سليم تقريبا. كان في هشام سليم واحتضنت الطفل، وبعد ما خلفه قاموا يحبسوه في البيت وما يخرجوهوش وياخدوا الطفل الاساسي، وبعد كده هو هرب وقعد راح اماكن وبقى زي اطفال الشوارع. تمام، القصه دي بتدور في ذهني برضه. تمام، هو موضوع الإرضاع ده بقى هيحل لنا مشكلة إن هو الطفلين هيبقوا إخوات في الرضاعة، وبالتالي هو أنت عندك 2 إخوات، وغالبا اللي بيبقى ربنا حرمه وبعدين وهبه، لا هو بيبقى حاسس. بص، احنا كشعب مصري يعني احنا غلبان عاطفيين جدا. بطبعنا. فيقول لك احنا انا كشعب ربنا مصري عندنا حاجات، احنا عندنا حاجات كتيره قوي، ما اعرفش جايه منين، بس تمام. بس هي بيقولوا انها هي موجوده، هي ترند، بيقولوا ان احنا عاطفيين والطفل المصري اذكى طفل وحاجات كده. لا، في اتمنى لو اكون صح. موضوع اذكى طفل ده الامر في قولين، في قولين. لا، انما الموضوع المشاعر، احنا اساتذه فيه، يعني مش هتلاقي اللي انت بتقوله ده بشكل فظيع يعني. بالعكس، العيله بتبقى جريتفول، ممتنه لربنا، اللي هو ايه، انا عملت خير فربنا اداني هبه كمان. لا، ده بيبقى جعان اطفال. يعني اللي هو لو حصل انت ان حد احتضن يعني طفل وبعد شويه قرر ان هو يحتضن طفل تاني، طيب ايه بيبقى مشاعره؟ عايز ايه تاني؟ عايز يجيب اخ او اخت للطفل اللي موجود؟ بس هو وزاره التضامن. ايوه يخوي. بالظبط، وزاره التضامن بتضمن فرق بين الطفل والطفل قد ايه؟ سنتين تقريبا، انا مش متذكره، بس هو لازم بيبقى في فرق محترم عشان يضمنوا للطفل الاولاني ان الام تكون استقرت نفسيا، وزي بالظبط كان او على ام عاديه، او هم اتعاملت مع زي مع الطفل الاولاني بحيث ان هو يعني تقدر تديها الطفل الثاني. لا، وزاره التضامن الاجتماعي كانت يعني من تجارب الامهات برضو، لا هي عامله شغل كبير وما زال، بس هو المعاناه زي ما بقول لك هو في المجتمع. يعني في دعم من الحكومه ومراقبه واهتمام بهذه الجزئيه وتقليل ليها. بالظبط، بس لسه الموظفين والاشخاص الصغيرين لسه لما بيبقى ينزل قرار جديد على ما بيوصل للموظف الصغير بيبقى لسه مش عارف خد. الامهات بتعاني شويه، بس في طريقها للحل. ودايما احنا في الحكومه دايما يعني ممكن تلاقي في حد بيشتغل وتلاقي تنزل للموظف اللي تحت ينهي كل شغل الفكره اللي اتبنت من الوزارات والحكومه والكلام ده كله. بالموضوع ده لجهله، على ما تعرفوا بقى، على ما تعرفوا بقى ده في قرار، وعلى ما يصحى يعني الموضوع بياخد شويه، ولانه مش منتشر وهو ده اللي احنا جايين عشان اعتقد خصوصا في السفر كمان.
في السفر كويس، عشان كده دايما بنقول انه مشاكل كتير في الموضوع، بننادي دايما بفكره انه الموظفين الحكوميين الصغيرين اللي هم ممكن يمشوا الحاجه ويوقفوها، ارجوكم يعني مش الناس تقعد تشتغل وتتعب ويطلع عينها وفي الاخر تيجي انت عشان القلم خلص اصله، لا انا ما بمضيش بالقلم ده، انا عايز الروتين والبيروقراطيه ملون. فقبل ما نتكلم واحنا بنتكلم عن الاحتضان، خلينا ناخد راي الدين في هذه الجزئيه. فناخد اتصال تليفوني الاستاذ الدكتور عبد الوارث عثمان استاذ الفكر المقارن. انا برحب بيك يا دكتور عبد الوارث. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، دايما يعني بسعد بسماع صوتك يا دكتورنا. بارك الله فيك، منور حضرتك شيخ. انا النهارده يا دكتور عبد الوارث يعني بنتكلم عن فكره الاحتضان في مصر، فيعني كيف يرى الدين هذه القضيه والفرق بين قضيه الاحتضان والتبني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بايمان واحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، فاذا كانت الحضانه بمعنى كفاله اليتيم او كفاله من لا يجد له ابا او اما او شرد او فقدهما لاي سبب ما، سواء كان سبب شرعي او حتى غير شرعي، هذه الحضانه صاحبها مأجور عليها من الله تبارك وتعالى. في الحديث عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فلا شك أن من أطعم اليتيم أو كافاه فإنما فعل ذلك لوجه الله تعالى، لا خلاف أبدا في ذلك. إذا كانت الحضانة بمعنى كفالة اليتيم، بمعنى احتضان اليتيم بحيث يكون له أبا وأم ويعيش في أسرة، الإسلام لا يمنع أبدا من ذلك، ولكن بشروط. ما هي الشروط فضيلتك اللي نقدر نقول؟ ألا تنسب هذا أو هذه الأسرة، هذا الطفل، إلى رب الأسرة، لقول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني يا دكتور عبد الوارث، لا يكتب الطفل باسم هذه الأسرة، الطفل يحتضن بدون أن يكتب حتى، يعني عشان فكرة الميراث، فكرة الحقوق والواجبات. نعم، وفكرة الأمور الشرعية. نعم، يعني هذا الولد عندما ينسب إلى هذا الأب، نسبة شهادة طبعا ميلاد وسجل مدني وما إلى ذلك، سوف يكون له من الأمور المباحات في الشرع وهي في الأصل محرمة عليه. يكون في هذا تبديل لشرع الله تبارك وتعالى، وتغرير أيضا بالأجيال القادمة. طيب عايز أعرف من فضيلتك دلوقتي، ما هي الضوابط مع الطفل المحتضن؟ هل هو في فرق ما بينه وما بين اللي هو الطفل العادي اللي قامت أم بإرضاعه، سواء كان بقى من دار أو سواء كان من حد مثلا من قرايبها أو أيا كان؟ في ضوابط معينة مثلا مع الأخ، مع الأخت، مع الزوج بتاع الأم، ده المفترض إزاي بيتصرف؟ هو حضرتك هيعتبر هذا الولد هو أجنبي عن هذه الأسرة، حتى وإن ربت، حتى وإن والته بالرعاية، حتى وإن كساته وأطعمته وأخذ كافة ما تستوجبه الإنسانية من حقوق ومن معاملات، حتى مع رضاعة فضيلتك، سوف يكون أجنبي حتى عن الأم التي ربته وعن الوالد الذي رباه. يعني لا يصح أن يرى منهما شيئا مما يراه الابن من أبيه أو من أمه. كويس. هذه هي الحدود الشرعية التي وضعها الله ووضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ووضعها الفقهاء في المذاهب الأربعة. دكتور عبد الوارث، خلاصة القول، دكتور عبد الوارث، يحرم التبني بمعنى كتاب ينسب الولد أو البنت إلى غير أبيها أو كويس. الولد إلى غير أبيه. كويس. هذا محرم شرعا بإجماع العلماء، يعني حتى في المذاهب الأربعة. ولم يقل بغير ذلك احد من العلماء الثقات او حتى غير الثقات. طب وفي حاله الارضاع فضيلتك، في حاله الارضاع، نسبه الابن اليتيم الى غير ابيه، لان هذا يخالف القران صراحه. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. وكان التحريم ايضا بالسنه عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم
وقد عاش النبي قصة مثل هذه القصة التي تحكين فيها وتتكلمين عنها. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام زيد ورباه في بيته ورعاه، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الابن، حتى عندما يتكلم أهل السيرة يقولون زيد، يقولون هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقرب إلى رسول الله كما كانت فاطمة وكما كان علي وكما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أراد أن بعض الناس أن يقولوا زيد بن محمد، فنزل الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فحرم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب زيد. دكتور عبد الوارث، قبل ما أختم مع حضرتك الاتصال يا دكتور عبد الوارث، فاختار أن يعيش مع رسول الله. كويس دكتور عبد الوارث، لو النهاردة لو عايز حضرتك توجه كلمة للقائمين على مبادرة الاحتضان، تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم لابد وان يراعوا الشرع مراعاة كاملة، لانهم انما فعلوا ذلك مرضاة لوجه الله تبارك وتعالى ورغبة في الاجر والثواب، والاجر والثواب لا ينال ابدا الا اذا كان وفق الشروط والضوابط التي وضعها الله ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فضلتك في حالة ارضاع الطفل خمس رضعات متفرقات مشبعات اليها في هذا المجتمع، حضرتك في حالة إذا كان الطفل رضع من الأم المحتضنة خمس رضعات متفرقات مشبعات، هل في هذه الحالة بيكون الطفل ابن الأم دي من الرضاعة، ويكون زوج الأم برضو الأب من الرضاعة، وكذلك الإخوان، هل في هذا يعني بالشرط ده لو تحقق يبقى كده خلاص الضوابط دي ابتدينا نقول إن هي صحيحة، إن هو يعيش الطفل ده في الأسرة دي، صح كده؟ نعم، ولكن الرسول عليه السلام يعني مصداقا لحديثك، مصداقا لقولك، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت المتفق عليه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كويس، هي بهذه هي أم لها، ولا يصح أن يتزوج هذا الابن المربى أو المحتضن من أبناء هذه المرأة، سواء كان ولد لا يصح أن يتزوج من بناتها، أو كانت بنتا لا يصح أن تتزوج من أبنائها. كويس، ويحكمه ايضا الضوابط الشرعيه الذي نظم العلاقه بين الابن من الرضاعه وبين الابن في الشقيق، فالابن من الرضاعه ده مش هيارث مثلا زي ما ليس صاحب فرض اكيد في طبعا كصاحب كالابن الصلب. كويس، وصلت رساله حضرتك يا دكتور عبد الوارث، ونظرا لضيق الوقت واتمنى حضرتك تكون معانا وقت اطول من كده، ولكن ضيق الوقت يحكمنا الان. استاذ دكتور عبد الوارث عثمان، استاذ الفقه المكرم بجامعه الازهر، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا على الهاتف، شكرا لحضرتك. راي حضرتك ايه في ما قال وما طرحه الاستاذ دكتور عبد الوارث عثمان؟ تمام، هو ما فيش راي بعد رايه طبعا. يعني هو اصحاب يعني طبعا هم يتكلموا في الدين، انا اتكلم في الطب، انت تتكلم في النفسيه. لا، رايك ايه؟ هل الضوابط اللي بيتكلم عنها هي الضوابط المتفقه او المطبقه في هذه المبادره؟ تمام، وهو نفس الكلام اللي هو بيقول، لان احنا بحثنا برضو في الاجازات والافتاءات بتاعت دار الازهر، وخدنا افتاءات ان هو الام اللي بترضع خمس رضعات مشبعات متفرقات تعتبر انها ام بالرضاعه، وغالبا في امهات كتير بتكمل رضاعه على فكره لسنتين، لان كنوع من انواع الحنان ما بينها وما بين الطفل، وخلاص هي بترضعه لان خلاص هو بقى ابنها. فهي طبعا. في ناس مش بس الخمس رضعات ده، في امهات بتكمل عشان موضوع ان هو بقى محرم لها وهي محرمه عليه، ونفس الكلام لو هي يعني محتضنه بنت فهي تبقى محرمه على زوجها. كويس، قبل ما اختم الفقره عشان باقي تقريبا اربع دقائق، سؤال قد يبدو بالنسبه لي يعني مهم جدا. انا عشان ادخل في مبادره زي دي ده بيكون قرار، وهذا القرار ما بيكونش سهل ان انا ادخل هذه المبادره واضيع ابذل من وقتي ومجهودي وطاقتي. ايه الحاجه اللي لمستك او خليتك من جواكي كده حابه تخوضي هذه التجربه وتنضمي الى هذه المبادره وتفضلي موجوده فيها؟ واشعر من كلامك انه في حاجه انت لمساها جوه هذه المبادره بتلمسك انت شخصيا. هو يمكن استكمالا لكلامك يا دكتور خالد،
دكتورة إيناس، يعني يمكن أنا الوحيدة اللي لمست الموضوع ده فيها جدا جدا جدا، ومدى حبها ومدى شغفها، لأن أنا اللي شفت ده بعينيا. وهي حتى من رعشة صوتها وهي بتكلمني في التليفون وبتقولي أنا يعني الموضوع ده أنا نفسي يوصل لكل الناس. فأنا يعني يمكن أنا رديت جزء شوية كده من من اللي هي هتقوله يعني. ليه؟ بص، أنا أم بيولوجية عادي، أنا عندي 3 بنات. فده يعني انا مش ام كفالة، ام حقيقيه، ام حقيقيه يعني، ما خدتش بصراحه التجربه ان انا اتحرم من طفل او ان انا اخد التجربه زي زمايلنا كلهم. بس الموضوع كأم لا، لمسني طبعا جدا. بجانب انا هقول لك على حاجه، يعني يمكن احنا عائلتنا يعني يمكن التجربة اللي مريت بيها وأنا فخورة بيها جدا جدا جدا، ويمكن ده سبب ربنا كرم ربنا في حاجات كتير. أولاد عمي اللي هو أولاد يعني حصل إن عمي توفى ومراته توفت وكان عندهم أولاد عمي 4. فاللي حصل إن والدي، مش هقولك إن هو تكفل، هو كان عندهم معاشهم وكل حاجة، بس تقريبا هم كانوا بمثابة إخواتنا. فكرة الرعاية نفسها. بقينا احنا كنا 4، احنا بقينا 8 اطفال لمامتي. ما شاء الله ما شاء الله. صح، هي كانوا كبار وما تمش ارضاء حد، بس كان في ضوابط في البيت، وماما كانت قاعدة بطريقة معينة، وكان اصغرهم كان 4 سنين، فاحنا نعتبر بجد ظهر بعض. التجربة قبل ما تاخديها كشغل. حسيتها وحسيتهم وحسيت كل واحد، لان يمكن الموضوع شاغلني جدا جدا جدا. بجد انا يعني سبورت، يعني في ظهر اي حد يقدر ياخد قرار زي ده. القرار ما هوش سهل، واجتماعيا ما هوش سهل، والام اللي هتواجه فهي بتواجه مجتمع بكل مساوئه، وهتاخد كل محاسنه برضه، وهتاخد ثواب عظيم من عند ربنا كمان. بالظبط، يعني هتاخد الدنيا والاخره كمان. فهنيئا لهم والله. بجد انا نفسي الموضوع ده يوصل لكل حد، لان هو لو وصل هيبقى المجتمع كله عارف عنه، هتشيل عن اطفال كتير تنمر كتير، تريقه كتير، انا يعني مسحت كتير من الحزن. كمان فكره اطفال الشوارع ان هي تبقى كتيره، يعني خلاص احنا كده الوقت خلص. صح، انا حسيتك والله. خلص بسرعه الوقت خلص، وكنت اتمنى انه نتكلم اكتر مثل هذه المبادرات، شرحها للناس وايضاح هذه الفكره يحتاج الى حلقات وتحتاج الى وقت طويل جدا لايصال هذه الفكره، وخاصه اذا كانت هذه الفكره فكره مستحدثه على المجتمع او غير معمول بها بشكل كبير. الدكتوره ايناس حمام، اخصائيه طب الاسره، عضو مبادره الاحتضان بمصر، انا بشكرك شكرا جزيلا. نورتينا النهارده دكتوره ايناس، ويا رب ان شاء الله باذن الله يجعله في ميزان حسناتكم باذن الله، ويا رب يا رب كده صوتنا يوصل لكل الناس ويعرفوا بالمبادره، ويبتدوا كل حد نفسه يعمل حاجه زي دي يلجا للمبادره، وان شاء الله باذن الله يكون ما عندناش اي حد ما عندوش اب او ام. ان شاء الله يا دكتوره، انا بشكرك شكرا جزيلا. يا دكتوره ايمان، نورتني يا دكتور. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامجكم برنامج تواصل، وانا التقي بكم مره اخرى. لكم مني كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.